بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة للجميع. في هذا الفيديو نعود بكم إلى عالم تطبيقات الأندرويد تي في أو الأندرويد تي في والشاشات الكبيرة. في فيديو اليوم سنتحدث عن تطبيق داونلودر وكيفية صناعة أو تقصير الروابط على هذا التطبيق، ذلك أن هذا التطبيق ضروري جدا لهذه المنصة، فهو يساعدك في الوصول إلى صفحات والوصول إلى الملفات والوصول أيضا إلى الكثير من الأشياء التي بإمكانك الوصول إليها عبر دائما هذا التطبيق. وبالتالي للوصول إلى ذلك سوف تحتاج هنا إلى رابط. هذا الرابط إما أنه يتكون من 6 أرقام أو يتكون أيضا من أو يتألف أيضا من رابط قصير جدا. إذا كما نلاحظ هنا، إما أن يكون لديك مجموعة من أرقام عددها 6، وإما أن يكون لديك رابط. كيف يمكن الحصول عليها؟ هل يمكن صناعتها؟ هذا ما سنحاول الحديث عنه في هذا الفيديو، فابقوا معنا إلى الأخير. في البداية تحتاج إلى هاتفك أو تحتاج أيضا إلى جهاز الكمبيوتر. إذا سنذهب الآن إلى جهاز الكمبيوتر، بعد ذلك نواصل الحديث عن هذا الموضوع. إذن على جهاز الكمبيوتر سوف نفتح هذه الصفحة التي تجدون رابطها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. إذن لما نحتاج إلى هذه الصفحة؟ نحتاج إليها في صناعة أو في تقصير الروابط. سوف نختار الآن صفحة من الصفحات، ولتكن على سبيل المثال ولتكن أي صفحة. سوف نختار أي صفحة، بإمكانك اختيار صفحة، بإمكانك اختيار أيضا صفحة خاصة بصفحة لتصفحها على جهاز الكمبيوتر أو لتصفحها على التلفاز. بإمكانك أيضا الوصول إلى تطبيق من التطبيقات، كل هذا بإمكانك الوصول إليه عبر هذا التطبيق. سوف أختار أيضا الكشف عن الجهاز الجديد زي فولد 6، اختاره بهذا الشكل، أنسخ هذا الرابط. بعد ذلك سوف أذهب إلى هذه الصفحة، سوف أقوم بإدراج هذا الرابط هنا، بعد ذلك أختار النقر على رمز الكاباتشا، ثم أختار هنا تقصير، تقصير هذا الرابط. إذن سوف تظهر لدي مثلا الآن خيارين، إما أن يكون لدي كود for download app أو كذلك رابط قصير بإمكاني أيضا استعماله، أو هذا هو الرابط الأساسي الذي وصلت إليه. وبالتالي بإمكانك أن تستعمل هذا الرابط أو هذا الرابط في الوصول إلى نفس الصفحة. سوف نختار الآن الرابط الأول، وهو على سبيل المثال 400. إذن سوف نذهب هنا إلى الأرقام مباشرة، 4 4 2 1، ثم 4 3 6. بعد ذلك سوف نختار النقر على جو. بمجرد النقر على جو هنا بالإمكان الوصول إلى نفس الصفحة. إذا ها هو الرابط الذي قمنا بنسخه قبل قليل. هذا الرابط سيؤدي بنا إلى الصفحة التي عرضناها معكم قبل قليل، وهي مأخوذة من موقع الراصد التقني التابع لي أو الموقع الخاص بنا، موقع الراصد التقني. إذا سامسونج تكشف عن جالاكسي زد فولد 6 مع ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة ومعدات محسنة. بإمكانك قراءته بهذا الشكل، بإمكانك أيضا تنزيل أي ملف إذا كنت ترغب في الوصول إليه إذا قمت بنقل.